خلال الأسبوع الماضي اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالمملكة العربية السعودية برنامجه التثقيفي أقرأ لنشر ثقافة القراءة بين الشباب. الحدث الثقافي هذا العام تميز بزخم واهتمام كبير من جانب طلبة وطالبات من المراحل التعليمية من مختلف دول العالم العربي، حيث فاز الطالب المغربي سفيان البراق بجائزة قارئ العالم العربي. معانا على الهاتف سفيان البراق، أهلا وسهلا بك يا سفيان وألف مبروك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. قل لي إيه اللي جعلك تستحق هذه الجائزة؟ هو في حقيقة الأمر ليس الهدف يعني هو الفوز في حد ذاته، وإنما ما تعلمته من تلك التجربة الفريدة والملهمة طبعا التي منحتني أشياء قد لا تنقطع عدلا ويصعب حصرها. لكن تفوقت في إيه على وجه التحديد مع منافسيك؟ هو في الحقيقة هي هذه يعني لا يمكن أن أحدد بالضبط يعني في أي شق تفوقت فيه، تبقى يعني تقديرات اللجنة الموقرة. لكني أرى نفسي يعني أني دافعت عن النص بحججه القراءة المنطقية، واستعملت إلى حد ما لغة عربية سليمة، وأعتبر نفسي أني كنت مقنعا لحد ما، وفكرة النص كانت فكرة مبتكرة وفيها جدة يعني عظيم. ليست فكرة مستهلكة. إيه اللي استفدتوا يا سفيان؟ إيه اللي استفدتوا على وجه التحديد من تجربة مهرجان أقرأ بمركز إثراء؟ هو في الحقيقة يعني استفادتي في عدة أمور يعني أصعب حصرها. فالمسابقة ارتقت بنا من مجرد قراء يشتبكون مع الكتب ويتسكعون بين رزهاتها إلى كتاب، وصرنا نتجرأ على الورق ونداعب الورق ونبلور الأفكار التي تخامر أذهاننا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنها مكنتني من لقاء أساتذة وكتاب ومفكرين ومثقفين من جميع الأقطار العربية طبعا، وجالستهم وشاغرتهم وحاولت النهل من تجربتهم الكبيرة ومن علمهم الكبير. قول يا سفيان بشكل عام يعني بشكل عام يا سفيان، إيه أهمية القراءة للشباب؟ هو في الحقيقة القراءة هي طريق الأيسر والمختصر لتحقيق التقدم والازدهار المنشودين. فلا يمكن لمجتمع أن يتقدم بدون قراءة، ولكن مع كامل الأسف هذا الزمن صار زمنا بنيا على القراءة، إذ كثرت فيه الوسائل المريحة للقراءة وقل بينما قل المهتمون بها. طبعا طبعا. أنت درست الفلسفة في المغرب، أنا عارف ده، إيه طموحاتك في الفترة اللي جاية؟ أنا في الحقيقة الآن بعد تجربة الملتقى قرأ الإطرائي وبعد الحفل الختامي وتتويجي بلقب قارئ العام، سينصب تركيزي على إنهاء أطروحة الدكتوراه، وطموحي الأول والأخير هو أن أحصل عليها وأصبح أستاذا في الجامعة إن شاء الله تعالى. الفائز بجائزة قارئ العام المغربي سفيان البراق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.